السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامجكم تسليط الضوء. الحقيقة النهاردة هعمل زي مفاجأة بسيطة، هي مش حلقة كاملة ولكن أقدر أقول تقرير مبسط عن الأسود، أو بمعنى أدق عن مرحلة جديدة عليا جدا وتجربة جديدة عليا جدا جدا في مزرعة أسود تبع المدرب الرائع محمد سيد الحلو. أنا بشكره جدا 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 على استقباله لينا، ومش عايزة أطول عليكم قوي. خليني أشرح لكم بعد ما تتفرجوا على الفيديو إزاي حصل إن أنا رحت هناك وتعرفت عليهم، وإزاي أنا دخلت جوه مكان وعالم الأسود بفضل طبعا ومساعدة مدرب الأسود من عائلة الحلو، سليل عائلة الحلو محمد سيد الحلو. خلينا نطلع نشوف الفيديو ده او التقرير ده بمعنى اصح، وهو جزء تشويقي، ونرجع تاني. خليكم معايا اتفرجوا على الفيديو. طبعا انا عامله لكم ينفع ادخل اتنين بقى فيديو؟ لا لا اتنين مين، استنى ده لسه بقول يا هادي. انا عايز اشرح طبعا للناس ان ده تدريب. انا طبعا تعالي كده حضرتك، انت طبعا هي موجوده معايا جوه. انا طبعا من هنا كده لما انا اقول لها روحي مش هتروح، روحي روحي يا دهب. انتوا شايفين يا جماعه، انا جوه القفص. استنوا بس بصوا المنظر. انا جوه معاه جوه في المكان اللي هو بيدربهم فيه، وجوه معاه في المكان اللي هو اوريدي بيعمل العرض فيه. انتوا متخيلين؟ هقول لك تعالي بقى كده. اوكي تعالي كده اهو. بصوا انا عايزه اوريك معايا اهو. تمشي معايا. بص التدريب، هو ده التدريب. يلا دهب روح اهي، نزلت. انتوا شايفين ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ يلا اقول لها تاني طبعا مكانك. يلا مكانك يا دهب، يلا فوق فوق فوق. يلا دودو فوق مكانك. برافو، شطوره شطوره يا دودو. زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا مفيش ضرب اهو ولا اي حاجه، ده بمنتهى السلاسه الكلام ده كله، يعني عشان خاطر ايه طبعا بيطلع علينا حاجات، وانت طبعا مش متخدره. دي صح يا جماعه؟ صح والله ما فيهاش اي حاجه. تعالى دودو ايه اهي، مفيش اي حاجه ولا متخدره ولا اي حاجه من الحاجات دي. وانا واقفه جنبه والله يا جماعه، شايفين؟ شفتوا الجراءه؟ واقفه وجنبي الاسد اهو. وبعدين لا، الموضوع قد ايه فيه حب، وفيه يعني هو فيه العصايه فقط لا غير، علشان هي تبقى عامله له حساب يعني، بس تحرك بس، يعني هي بتتحرك بس، يعني فيه ان انا بشاور لها مكانك كده بس، لكن مش ضربه او حاجه. اهي دودو يعني بيدلعها، وشفت كاريزما حلوه قوي قوي ما بينهم وما بين بعض، وقد ايه الموضوع جميل. طبعا انا بالنسبه لي رهبه، لان انا مش واخده على الموضوع، وحاجه جديده قوي عليا. بس بجد بجد شكرا شكرا ليك يا كابتن محمد. التجربة حلوة قوي، وفي نفس الوقت قد ايه في حاجات الواحد ما كانش فاهمها، وفي اكاذيب بتتقال يا جماعة. لا ترويض او تدريب بقى، عشان في فرق كبير ما بين ترويض وتدريب. تدريب الاسود ده موضوع مش سهل خالص. الموضوع عارف ايه؟ اسد اللي هو ملك الغابة، اللي هو كل يعني اقوى حيوان في الغابة، تمام؟ فانت بتخليه يطيعك، وبتخليه يسمع كلامك، وبتخليه يعمل ماتيريال في الاخر حلو قوي الناس تشوفه. فالموضوع مش سهل. انا بشكرك يا كابتن محمد. انا سعيد جدا بتشريف حضرتك، وسعيد اكتر باللقاء الجميل ده. ودايما يعني لو حابين تعرفوا اي حاجه اعرفوها يعني من المصادر بتاعتها، او من الناس اللي هي محترفه طبعا فعلا في شغلها. صحيح. انا مش بشكر في نفسي او حاجه، بس انا بتكلم ان لازم اي حد، يعني الشعب المصري دايما بيبقى في اي حاجه بتحصل او اي اشاعات فبينساق وراها. لا، عايزين تعرفوا من الحاجه او الحاجه دي بتتعمل ازاي او الكلام ده كله، روحوا للناس اللي هي يعني في مجالها بقالها اكتر من 150 سنه، زي عائلتنا عائله الحلو في السيرك. روحوا للناس المحترفين، ما تروحوش لاي حد عنده اسود يا جماعه. انا يعني بحاول ان انا برضو ايه يوصل المعلومه صحيحه للمعدين برضو برامج او المذيعين. مش اي حد عنده اسود تروحوا له او الكلام ده كله، عشان خاطر نسبه الخطر عليكم، وعشان خاطر الجمهور برضو يعرف الصح.
خلي بالكم يعني من كلمة نسبة الخطر عليكم، يعني هو برضو بيراعي ضميره مهنيا ان في خطورة، يعني اللي انا واقفة فيه ده ما هو فيه خطورة، بس عشان انا واقفة مع مدرب محترف فانا مش خايفة. ممكن انت تغلط غلطة وتروح تتبع شو مختلف فتؤدي بحياتك، طب وليه؟ فهو صح فكرة ان انت بتنبههم مش اللي عنده اسود وخلاص. لا الموضوع مش كده، مش انا عشان خاطر عندي اسد او انا عندي بمتلك فكرة اسود الله اعلم مين اللي مدربها او مين او مين، يعني مش من بدون ذكر اسماء، بس طبعا لازم تروحوا للناس اللي هي محترفة واهاليها بقالهم اكتر من 150 سنة. زي ما انا قلت انا بعيد تاني الموضوع ده، لان عيلتي الحلوة هي اللي دخلت فن السيرك في مصر من اكتر من 150 سنة، صحيح فاحنا ورثنا الموضوع ده وبنحاول ان احنا نطوره، مش بنقف يعني مش واقفين عند حد معين. وانا عندي مثلا في من ضمن الحركات او من ضمن التريكات اللي عندي في العرض تريك ما حدش في العالم كله بيعمله، المصارعه مع الاسد، وانا بحاول ان انا اتواصل مع جينيس ريكورد عشان خاطر ان احنا نوثق الموضوع ده، ده حاجات ودي حصرية. حصريا للاستاذه نرمين، يعني الكلام ده انا بقوله حصري. حصري حصري لنرمين العربي، خليكم عارفينه، برنامج تسليط الضوء. اه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله هي اللي هتيجي تصور الموضوع ده باذن الله. أكيد ده شرف ليا كبير أكيد، وإن شاء الله متفائلين خير، دي و فراشة بتخافي. مش عارفة بقى متفائلين خير إن شاء الله في حاجات كتير حلوة جاية، ويا رب يا رب كل سنة وحضرتك طيب، حضرتك طيب. وعشرين 21 تبقى يا رب خير يا رب، علينا لأن كلنا يا عشرين رب. عشرين دي احنا استوينا تعبنا فيها قوي، ظبطتنا كلنا خاصة بهدلتنا. موضوع الكورونا ده احنا تعبنا فيه جدا أكيد الصراحة. ربنا يحفظنا يا رب، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. وكابتن محمد بقى يقول لكم كل سنة وأنتم طيبين كل سنة بمناسبة وانتم 2021. طيبين، وانا مبسوط جدا من تشريف الاستاذة نرمين، تسلم يا رب. وسعيد ومبسوط ان يا رب نكون احنا يعني خفاف عليكم، ضيوف خفاف عليكم، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقة دي وبالحوار ده. بشكرك جدا، بشكرك، وان شاء الله ان شاء الله نتجمع تاني، وخليكم فاكرين ده هبقى هي عشان لما نيجي نزورها تاني يا جماعة، ان شاء الله باذن الله نتجمع تاني على خير، وخليكم دايما معانا في كل ما هو جديد وهادف في برنامجكم تسليط الضوء. السلام عليكم. طبعا انا مش عارفة اشكر مدرب الاسود المحترف الراقي المحترم الخلوق الشهم ابن البلد الجدع محمد سيد الحلو، ألف شكر وتحية ليك على المجهود الكبير اللي عملته معايا يومها وعلى استقبالك ليا. وعايزة أوضح حاجة بس للمشاهدين الكرام، ده تقرير الحلقة، طبعا لسه فيها مفاجآت كتير وفيها حاجات حلوة جدا، ولكن هتبقى حلقة خاصة بفقرة الأسود، وخليني أنوه وأقول لكم أن إن شاء الله في سلسلة مفاجآت حلوة جدا جدا وحاجات كتير حلوة تبع محمد سيد الحلو وتبع نرمين العرابي وتبع برنامج تسليط الضوء ان شاء الله. ويا رب يكون التقرير ده عجبكم ويكون وصل ولو رساله بسيطه عن اللي عايزه اقوله او المغامره اللي انا عشتها. ارجع معاكم بقى لفقرتنا وضيوفنا الكرام في الاستوديو اللي مشرفينا ومنورينا في برنامجكم تسليط الضوء، وخليني ارحب الاول بالاستاذ محمد، الاستاذ عادل محمد عوض، موظف بالمعاش. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. واستاذ سعيد الانصاري احد سكان بيرم سلطان، اهلا بيك يا فندم. ست الكل اهلا بيك. خليني اتكلم النهارده، طيب خليني قبل ما اتكلم مع ضيوفي هناخد مكالمه تليفونيه من اللواء احمد جوده رئيس حي البساتين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، نورتنا يا فندم. عايزين نعرف ما هي رؤيتك المستقبليه تجاه اهم مشاكل حي البساتين؟ تمام، احنا طبعا بنولي اهم حاجه راحه المواطن في عدة ملفات. أول ملف النظافة، تمام. إحنا قضينا فعلا على أكثر من أماكن تجمع قمامة، وطبعا ده لازم يكون في وعي للمواطن يعرف إن إحنا طبعا في ظل جائحة كورونا اللي هي إحنا شغالين فيها، الجائحة الثانية، لازم الحفاظ على النظافة، تمام. وبيبقى في توعية إن إحنا ما نرميش القمامة في أماكن غير مخصصة. أنا عامل صناديق موجودة مخصصة لإزالة القمامة أو تجميع القمامة فيها. إحنا هنستأذنك إن إحنا نكون صوت الناس اللي بيستغيثوا أو بينشدوا نداء لحضرتك يا فندم.
في منطقة، تحديدا منطقة بير أم سلطان. احنا معانا احد الضيوف الكرام من منطقة بير أم سلطان، وعايزين نعرف برضو من حضرتك قبل ما نتكلم عن منطقة بير أم سلطان، عايزين نعرف ايه رؤية حضرتك في موضوع المشاكل سواء القمامة او المشاكل اللي بتحيط بير أم سلطان. اكيد حضرتك عندك فكرة او علم باللي بيحصل هناك. طبعا منطقة بير أم سلطان في منطقة مجمع المدارس هناك، احنا كان المنطقة هناك بتعاني من موضوع القمامة، صحيح والحمد لله احنا بظل مجهودات هيئة النظافة، هيئة النظافة وفرت لنا 2 حاوية هناك موجودين بصفة مستديمة، والحمد لله بيتم رفع القمامة يوميا في 3 ورديات بالتعاون برضو مع اللي هم متعهدي النظافة. ده في منطقة بير أم سلطان يا فندم؟ في كله، كل كويس. المناطق كويس تحديدا جدا. بير أم سلطان. طيب لو تسمح لي حضرتك، عندنا بعض من الناس بيستغيثوا وعايزين يتواصلوا مع حضرتك لمناقشة بعض المشاكل عندهم، فهل تسمح يا فندم ان هم بعد البرنامج يبقوا يتواصلوا مع حضرتك وتشوف الموضوع والمشاكل بتاعتهم؟ انا ما عنديش مشكلة، انا شكرا مكتبي جزيلا. مفتوح 24 ساعة، بستقبل اي مواطن، ما عنديش مشكلة، مش قافل مكتبي، انا اصحاب نظرية الباب المفتوح، لو اي حد ليه اي مشكله يجي يشرفني وانا احل له مشكلته باذن الله. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا، وشكرا جدا ان حضرتك يعني فتح بابك لكل الناس اللي محتاجه مساعده او عندها مشكله عايزه تطرحها على حضرتك. شرفتنا ببرنامج تسليط الضوء اللواء احمد جوده رئيس حي البساتين، شكرا يا فندم لمداخله حضرتك. طيب ارجع بقى لضيوفي الكرام. استاذ عادل محمد، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم، انت قلت لي في ورق صح كده؟ ايوه، انت وريتني الورق ده فعلا وقلت لي ان 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 في موضوع وفي مشكله، ايه بقى الموضوع؟ احكي لي الموضوع. المشكله الاكتر في اوراق ديت، اصلا في قطعه ارض موجوده كانت مساحتها 1180 متر. 1180 متر، تمام. الارض دي مخصصه خدمات لمنطقه بير أم سلطان. تمام. حضرتك مكتوب في الورق عندك وماضي عليه رئيس الحي السابق، وفي مناشده ومراسله ما بين الحي والمحافظه. تمام. ومكتب البريد. انا شفت كل ده، بس انا عايزاك توضح للمشاهد الورق ده يخص ايه. الورق ده يخص الارض، ان دي منطقه خدمات 1180 متر، دي معموله خدمات اخر ارض الجلشاني اللي هي جنب جوار مجمع المدارس. تمام. دي اتأجرت حاليا الشهر ده، اتأجرت حق انتفاع جراج. ازاي حق منطقة فيها 2 مليون نسمة يتخصص جراج لواحد؟ يعني مكتوب فيها حديقة، مطلوب فيها اسعاف، مطلوب فيها مطافي، مطلوب فيها حاجات خدمات للمنطقة. ده اللي هو كله منصوص او مكتوب هنا في الورق ده وليه حق الانتفاع فيه، المفروض يتعمل. المفروض يتعمل وعليه موافقات من رئيس الحي السابق ومن المحافظ السابق، كل ده موجود عندك في الورق. تحول الى جراج. الى جراج ازاي؟ ازاي منطقة فيها 2 مليون نسمة المفروض يستفيدوا من هذه الارض تروح حق انتفاع لفرد يعملوا جراج ايا كان نوع الفرد؟ انا اعرف ان الدولة والقانون فوق اي حد. طبعا طبعا، ايا كان القانون يعني فوق انا الجميع اتعلمت من السيد رئيس الجمهوريه ان الدوله فوق اي حد. تحيه طيبه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنشكره عامه. طبعا ومقدرين مجهوداته. طبعا طبعا بصراحه يعني يتحمل طاف وقطاته، لا ويعني بيجري بينا وبيعمل حاجات بس كتير كويسه جدا. يا ريت الناس اللي حواليه يشتغلوا. ايوه، يا ريت الناس اللي قاعده في المكاتب تشتغل. بير ام سلطان فيها مخالفات كثيره. الشارع عندي عرضه المفروض 14 متر ما يصفاش على 6 متر من تجاوزات الناس في الشارع. ده في ناس عامله محلات في الشارع، فكياني في الشارع.
ايوه هو الفكره دي او المشكله دي الرصيفه اللي معموله كذا حضرتك. كذا حد قال لي او ناشدني عليها او استغاث ان موضوع المحلات صح كده. المحلات عامله شغلات جامده كلها طالعه بره المفروض او المسموح بيه. حضرتك عندنا يعني شارع الزهور ده لو قامت حريقه في شقه هتصفى قبل ما المطافي يوصل لها. ما فعلا الشارع مقفول ما تعرفيش تمشي فيه. حصل ان في شقه ولعت كلها كامله والمطافي ما قدرش تخش، المطافي واقفه بره في الشارع ومحدش قادر يغيظه. ده بسبب ايه يا فندم؟ بسبب ايه؟ بسبب الاشغالات. الشارع ولا الشارع اصلا واسع وهم اللي عملوا كده؟ الشارع 20 متر حضرتك، الشارع بيبقى 20 متر، يعني عندي الشارع بتاعي 40 متر. تمام. في قهوه واخده 10 متر بره بطول القهوه. تمام. والناحيه الثانيه مغلق خشب واخد نفس الطريقه. تخشي برضه حضرتك في السوق بتاع شارع الزهور بتلاقي حضرتك الفكهاني طالع والمحل جوه فاضي. طالع متر او متر ونص. هو في الشارع. اللي قصاده طالع متر ونص. المكان اللي هو يعبر منه مفيش متر. ما تخشش على الموتوسيكل امشي فيه. ما ينفعش طبعا. وسيله التنقل ازاي اصلا؟ الناس هتمشي ازاي؟ هو ما فيش سعادتك ما فيش شرطة المرافق المفروض تنزل بتنسق مع الحي مع السيد رئيس الحي ينزلوا ويعملوا الاشغالات يشيلوا الاشغالات الموجوده في الشوارع. حاولتوا تعملوا مناشده او ان انتوا تروحوا بنفسكم تقولوا احنا عندنا في كذا 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 ومحتاجين حد يجي. حضرتك انا طلعت معاكي من 15 يوم مناشدت. صحيح. سيد رئيس الحي. لا انا قصدي رحت هناك المحافظه نفسها وقلت احنا عندنا كذا 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 بالاوراق، ويعني انا قدامي اوراق ومستندات في غايه الاهميه وكلها يعني حاجات فيها امضاءات وحاجات مهمه. والصور على الهواء يا جماعه، الصور على الهواء بتاعه الاوراق اللي قدامي دي هتقدروا حضراتكم تشوفوها، اوراق مختومه كلها وطلبات يعني صحيحه. جواب جاي من سعادتك للاستاذ مدير الشارع العقاري ومفيش مانع عنده بقى ترد عليه. مفيش مانع. ايوه يعني انا اللي اقصده ان في اوراق ومستند هي باينه للمشاهد على الشاشه يا جماعه، ان في اوراق ومستندات تديكم الحق في ان الحاجه دي صحيحه في الانتفاع بالارض. طيب ازاي حصل غير كده؟ الوقت حضرتك احنا فوجئنا ان قطعه الارض اللي مخصصه خدمات للمنطقه من 15 يوم او من شهر اثناء الانتخابات كهديه، انا مش عاوز اقول اسماء بدون ذكر اسماء، كهديه لعضو مجلس الشعب. فما ينفعش، دي منطقه خدميه وانا عارف ان هو مش محتاج للحاجه دي اساسا. دي منطقة خدمية اللي هتخدم 2 مليون نسمة. لو اتعملت فيها مستشفى هتخدم المنطقة بأكملها. كان علي الأستاذ علي عبد الونيس سيادته المستشار في الدورة السابقة هو عضو عن دار السلام كان بيطالب ببناء مستشفى في هذه القطعة. ليه ما تبقاش مستشفى؟ من يذكر اسمه له حق الرد طبعا. الأستاذ علي عبد الونيس أنا بشكره، هو كان بيطالب لدار السلام وإحنا جنب دار السلام. فلو اتعملت المنطقة دي هتخدم دار السلام وهتخدم البساتين. عفوا التليفونات تتقفل. حضرتك دي يعني انا بجدد طلبي للاستاذ علي وببارك له على نجاحه واستمر واحنا في ظهرك واحنا وراك ورا اي حد يمشي ورا الحق. هو طبعا ورا اي حد بيمشي ورا الحق. هقول لحضرتك حاجه، طالما احنا يعني وبناشد الاعضاء التانيين وبناشد الاعضاء التانيين. هو خلاص الانتخابات خلصت. الانتخابات خلصت. بناشد كسبت وخدت اماكنها والكراسي بتاعتها. بناشد الاستاذ تيسير مطر وبناشد الحاجة حشمه ابو حجر وبناشد الاستاذ خالد طنطاوي الراجل المحترم ان هم يدعمونا في هذا الكلام. كل من يقال او يذكر اسمه له حق الرد مع كامل الاحترام والتقدير. ده نداء من استاذ سعيد الانصاري يستغيث بان هم عندهم حقوق مثبته باوراق رسميه واوراق عليها اختام وامضاءات رسميه من جهات حكوميه، محتاجين ان حد يقف جنبهم ويدعمهم ويوصلهم لتحقيق اللي المفروض ان يتعمل المثبت في هذه الاوراق اللي طلعت قدام حضراتكم على الشاشه. رئيس الحي يا ريت تنزل تشيل المخالفات الموجوده في شارع بيروم وسلطان العموم وشارع محمد سعيد. اي مخالفات خلينا ناخدها واحده واحده دلوقتي. ايه وايه وايه المخالفات اللي عندكم؟ القمامه دي نمره واحد. اظن دي اكبر كارثه. دي مصيبه في الوقت اللي احنا فيه. موجوده تحت الكوبري بتاع الكوبري اللي هو يعني احنا فين دلوقتي مش عارفين نعدي. مفيش فيه سكه طبعا، الزباله كلها من الترات موجوده. موجوده فين تحديدا؟ مدخل بيروم وسلطان. مدخل بيروم وسلطان تحت الكوبري تحت تحت الكوبري. وموجوده في قدام جامع مهوس عند القريه اللي هم عاملينها اللي هي بتاعه الملاهي بتاعه العشوائيه.
ملاهي، ملاهي عشوائيه بتاعت مسجلين وبتوع مخدرات. طيب انا عايزه اعرف حاجه قبل ما نكمل، ايه وايه وايه هناك من سلبيات؟ احنا دلوقتي داخلين او احنا اكيد دخلنا على جائحة كورونا التانية. ايوه. عايز اعرف من حضرتك ايه الترتيبات اللي المفروض عملتوها او بتعملوها او هتعملوها في منطقة بير ام سلطان من احتياطات امنية واحترازية لاستقبال هذا الوباء الجزء التاني؟ اقول لحضرتك حاجة. اتفضل. بكل صراحة الكورونا هي اصلا منبع في البير ام سلطان. موجودة أصلا. موجودة ليه؟ لأن حضرتك القهاوي عندنا المقاهي كلها شغالة 24 أو أغلبها في شارع محمد. خلينا نقول بعض منها. بعض منها. بعض منها. ما بيلتزموش بالقوانين ولا بيتلزموا بقرار السيد رئيس الوزراء اللي هو قال إغلاق المحلات الساعة 12 بالليل. الكلام ده ما بيحصلش. تاني حاجة العمال اللي شغالين في القهوة ما معهمش شهادات صحية. ثانيا بيقدموا الشيش للمواطنين. لا هو عفوا الشيشه منعت رسميا. لا شغاله في القهوه مفيش حد بينزل يتابعها، مفيش متابعه. تمام. مفيش. بقول لحضرتك بقى دلوقتي جميع القهاوي اللي في البير وفي البساتين كلها تدخن الشيشه وموجوده في القهوه علني، مفيش حد بيتكلمهم. احنا قلنا قرار صدر الوزراء قال لا امنع الشيشه. وإمنع. لا هي منعت رسمي فتره الكورونا. الشيشه فتره الكورونا وما زالت ممنوعه لان احنا دخلنا على الموجه الثانيه كمان. ايوه الموجه الثانيه عشان حضرتك احنا بنطالب بجهاز رقابي على منطقه بير ام سلطان. تمام. جهاز رقابي يبقى فيه رقابه على الناس اللي خارج عن الشارع يرجع مكانه، شيل الرصيف اللي هو عامله، شيل التندة اللي هو حاططها اللي قافل بيها الشارع، اللي فاتح اللي عامل الفكهاني في نص الشارع، الشارع العمومي فكهاني باني الرصيف، باني الرصيف عشان ما حدش يمشي عليه. الشارع قافل. طيب لو عدت عربيه بمقطوره بتوقف الشارع كله. يبقى نقولهم كده ايه او نذكر الساده المشاهدين الكرام بالموضوع ان سكان بير ام سلطان الاستاذ عادل محمد عوض موظف بالمعاش والاستاذ سعيد الانصاري يطالبون، هما سكان منطقه بير ام سلطان بئر الحرمان ولقب ببئر الحرمان. صحيح انا الجمله دي هي جمله تزعل قوي لان المفروض مفيش حد يبقى حاسس بحرمان، هي جمله كبيره طبعا بس انا عذراك جدا. احد سكان او خلينا نقول كم كبير من سكان بير ام سلطان بيناشدوا وبيستغيثوا رجاء 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 القمامة وخصوصا القمامة. أنا يمكن دي أكتر حاجة بركز عليها قوي من ضمن السلبيات لأن إحنا دخلنا على جائحة كورونا التانية ودي يعني ربنا يحفظنا جميعا. إحنا جربنا الأولى وشفنا إيه اللي حصل فما بالك بالتانية. فكورونا مع وباء لا هيتفقوا إزاي مع بعض، دي كارثة. تاني حاجة موضوع الطرق، ان ازاي يبقى عندك شارع 40 متر، حضرتك قلت 40 متر. ازاي 40 متر وانا مش عارف اعدي عربيه مطافي، مش عارف اعدي عربيه اسعاف، مش عارف اعدي عربيه موتى، فالموضوع صعب جدا. فيرجى يرجى يرجى اعاده النظر مره اخرى لمنطقه بير ام سلطان تحديدا، منطقه بير ام سلطان تحديدا علشان كل الاخطاء الموجوده يعاد النظر اليها مره اخرى. حضرتك تحب تضيف اي حاجه؟ انا بس بقول ان انا عايزين جهه رقابيه بالنسبه للمقاهي على اساس ان المقاهي دي اكبر وباء اللي هي للكورونا واكبر عدوى، لان عندنا نسبه الكورونا عندنا في الناس المصابه كتيره كتيره يوميا. تمام. ما حدش هيعرف حاجه، المفروض في رقابه على القهاوي ينزل يشوف ده معاه شهاده صحيه. هو انا معاك اللي حضرتك بتقوله ده لكن خليني ارجع لك في النقطه دي تاني. انا بشكر حضرتك استاذ سعيد الانصاري وربنا معاك وربنا ينصرك وانت بتنادي بالحق. تحب تقول كلمه اخيره؟ احب اناشد السيده وزيره الصحه السيده الفاضله. تحيات. انا بشكرها على مجهوداتها اولا. تحيات فريق عمل تسليط الضوء ل سيدة وزيرة الصحة. السيدة وزيرة الصحة على المجهود اللي دايما بتعمله بسرعة. رجاء مراعاة التمريض الجيش الأبيض في مستشفى المنيرة. التمريض مهان. تمام. لا يحق لي الدخول للمدير.
ولو غاب يوم يتخصم باتنين. تمام. ولو ليه اجازات ما تتضافلوش، ونزلوا عليهم خصومات. تمام. انا اعرف حاله، معلش يعني انا بنشد سياده الوزيره، يعني ربنا يبارك لها، يعني انا عارف ان هي بتبذل مجهود كبير اكيد، واحنا وصلنا رساله، واكيد هنضم صوتنا لصوتك في ان احنا نوجه الرساله دي، واكيد اكيد اكيد ان شاء الله. ما طبعا الجيش الابيض اهم حاجه، تمريض ده الجيش الابيض، الجيش الحقيقي اللي هو بيواجه اللي بيواجه الموت. طبعا ان شاء الله توصل رسالتك، وانا بشكرك جدا جدا، وان شاء الله توصل الرساله ويكون في ايجابيات باذن الله. شرفتني ونورتني. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل باقي حلقاتنا، انتظرونا. السلام عليكم.